طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإنهاء التصعيد العسكري في جنوب غرب سوريا على الفور. وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك في بيان أعرب عن قلق غوتيريش بشأن المخاطر الكبيرة التي يشكلها التصعيد العسكري على أمن المنطقة. وأوضح دوغاريك أن الهجمات أسفرت عن تشريد آلاف المدنيين الذين يتجه أغلبهم صوب الحدود الأردنية.